لماذا تلتزم تركيا الصمت حتى الآن؟ فهي كما تعلم لم تنفي أو تؤكد أنها المسؤولة عن استهداف المطار حتى اللحظة، وفي حال تبين أن تركيا بالفعل هي المسؤولة عن استهداف مطار سليمانية، متى تتخذ الحكومة الموقف الحازم؟ هل هي بانتظار تكرار هذه الاعتداءات أم تكتفي بالاعتذار الرسمي عن هكذا تصرفات؟ طبعا الحكومة العراقية المشكورة أرسلت اليوم وفدا كما كان في التقرير، يعني وفد عالي المستوى برئاسة السيد قاسم العرجي مستشار الأمن الوطني العراقي، وأيضا ضمن الوفد عبد الوهاب الساعدي المسؤول، يعني هو قائد قوات في العراق، يعني ضد الإرهاب قائد قوات ضد الإرهاب في العراق، وأيضا كان معه السيد حميد الشطري وأيضا معاون رئاسة العمليات المشتركة، يعني وجاءوا للتحقيق حول الموضوع. ولكن بالتأكيد يعني بالتأكيد ليس هناك أي غموض في الموضوع، لأن كما قلت طائرات المسيرة التركية يوميا موجودة في أجواء سليمانية، يوميا، ليس في أجواء سليمانية، في أجواء أربيل، يعني في المناطق الحدودية من أربيل وفي المناطق الحدودية من محافظة دهوك وفي المناطق الحدوديه من السليمانيه، وفي بعض الحالات تصل يعني الطائرات المسيره الى مناطق قريبه من ديالى، يعني الى كفري وخانقين وكذلك الى مناطق كركوك، وهي دائما تقصف مواقع محدده، وكما قلت تبريرها وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق. المشكله هنا كما ذكرت انت، يعني هناك تمديدات مستمرة، وهناك في بعض الحالات من قبل البرلمان العراقي أو الرئاسة الجمهورية العراقية كان هناك بيان يندد بموضوع الاعتداء، وأيضا حتى من رئاسة الوزراء العراقي. ولكن هذه المشكلة مشكلة كبيرة، أنا ذكرتها في مؤتمر في بغداد، كان وزير الدفاع العراقي حاضر، يعني قلت أن هناك حربا حقيقية على طول أكثر من 1000 كيلومتر على الحدود العراقية التركية العراقية الإيرانية بسبب وجود أحزاب معارضة مسلحة لهذه الدول، وليس منذ هذه السنة وأيضا منذ عشرات السنين، ولكن لا نرى أي تحرك جدي لحل مشكلة هذه الأحزاب المسلحة.